مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصتكم فوت بليس. اليوم سنتحدث عن منافس وفاق سطيف في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ألا وهو الأهلي المصري بعد تأهله على حساب حورية كوناكري الغيني إثر تعادله في الإياب وفي الذهاب وفوزه عليها في الإياب برباعية لصفر. في الشطر الثاني من هذا العدد سنتحدث عن مشكل تقاعس اللاعبين وتقصيرهم في المباريات من أجل الضغط على مدربيهم ودفعهم للاستقالة. ولمناقشة هذين الموضوعين أسعد باستضافة الإعلامي القدير حسين جند. أهلا بك حسين. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذه الاستضافة وتحية لكم لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة البلاد. مرحبا بك حسين، كما يسعدني أيضا استضافة رضا زواني اللاعب السابق لاتحاد البوليدة والمدرب. مرسي أمين مرسي بور الانفيتاسيون. مرحبا بك. إذا نبدا بك زميلي حسين، وفاق سطيف تأهلوا، قدموا أداء مقبولا، وفي هذه المباراة تألق الحارس زغبة. كيف رأيت هذه المباراة من الجانب التقني وتكتيكي؟ والله أنا أقول أولا هنيئا لوفاق سطيف يعني التأهل هذا. وفاق سطيف اللي في البدايه ولا واحد كان يتصور، انا واحد منهم يعني ما كنتش نتصور بان الوفاق يروح بعيد في هذه المنافسه، خاصه مع الهزيمتين في اللقاءين الاول والثاني امام تيبي موزمبي ثم مع مولوديه الجزائر في سطيف. ولكن الوفاق عاد بقوه، عاد من بعيد كما يقال، عاد يعني والحق حتى وين اقصى حامل اللقب. على هذا نقول يعني هنيئا للوفاق بهذا التأهل. الوفاق لم يبقى له إلا دورين يعني على التتويج باللقب. احنا إن شاء الله بربي يعني يكون في المستوى الفريق الأهلي، يعني مدى أقصى الوداد البيضاوي اللي فاز السنة الماضية في النهائي على الأهلي المصري، بإمكان الوفاق أيضا باش يفوز على الأهلي المصري ولما لا. إن شاء الله. سي رضا زواني، كنت تنتظر تأهل الوفاق ضد حامل اللقب والذي لم يخسر في ميدانه إفريقيا في 15 مقابلة، الوداد المغربي البيضاوي إفريقيا؟ بون، على كل حال الأولى لي فيليسيت على هذه لاكاليفيكاسيون، أوني دو توكر معاهم باش نقول لك باللي حقرناهم ولا قلنا باللي ماش راحين يتأهلوا، لون لوان دو لا. او كونترير، هذاك لو بوت اللي ماركاوه كان راح يكون ان ماتش تري ديفيسيل بور لو ماتش تاع بور ليكيب تاع الوداد. علاش؟ باسكو هما ديجا يدخلوا سو بريسيون، بون دونك اوتوماتيكمون راح تكون لا بريسيون راح تكون بوكو بلوس على الفريق تاع الوداد كو الفريق تاعنا تاع لانهم يلعبوا ضد الزمن وضد النتيجه. وي، وزيد سيرتو كو le stade il était archi comp donc on a عرفوا كان ضغط، والضغط هذاك حنا نعرفوه كيفاش الفريق بالثقافه تاع لي تيتر اللي عندهم سطيف كيفاش يقدروا يمصوا هذيك لا بريسيون. دونك اون ساتوندي حنا اون تيكنيسيان انا بيرسونيلمون ولا غير اون ساتوندي كو كانت راح تكون اون بون رياكسيون من جهه تاع ليكيب دو سيتيف، سيرتو كو ديريير كما كان يقول خويا حسين il y a derrière فانيك دي جون اونيت اي دي جون كي ام ستيف وتحب ستيف اي لي بور لونكادرمون تاع ستيف. دونك وعطاو لهم كاع الامكانيات بور الي شيرشي سيت كاليفيكاسيون فينالمون ان لو يو افيك اونور بشرف. سنرى الان صور وصول وفاق سطيف الذي وصل صبيحه اليوم الى ارض الوطن عبر مطار هواري بومدين، ثم نعود. احنا يعني فريق تحديات، نظن اننا برهنا اننا نتحدى الجميع، يعني وكما تحدينا يعني في العملاق تيبي مازامبي في سنة 2014، إن شاء الله ولما لا نتحدى الأهلي ونمر إلى النهائي إن شاء الله. إن شاء الله إحنا كما درنا مقابلتين ضد الوداد البيضاوي، إن شاء الله وين ربي وفقنا تاني ونكاليفيو للنهائي كونتر الأهلي المصري إن شاء الله. إحنا بقينا
اون سومان ولا المقابله هذه، عندنا الوقت الكافي باش نحضروا، عندنا الوقت باش حاجه الاولى حنا ريكيبيريو باسكو تعبنا بزاف، وان شاء الله المقابله هذه راح تكون صعيبه بزاف سي سور، واللي جوا كاع على بالهم باسكو راك في الدور نصف النهائي مع اي مع سواء الاهلي ولا اي فريق، حنا طحنا مع الاهلي راح تكون بريباراسيون باش ان شاء الله باسكو ما بقاتش بقات لنا بالك خطوه للنهائي، وهذا حلم اي لاعب. كوتش ان تفوز ب4-0 ضد حوريه كوناكري الغيني، هذا دليل على انك تملك هجوم قوي ووسط ميدان هجومي قوي. سي سير احنا على كل حال الاهلي ني با بريزونتي، ما فريق قاري ويعرف يتفاوض في هذه المباراه وفي هذه المقابلات بهذا النوع، الا اننا نقول لك جيتي فيهم تيتر مارك برك امين باللي لي ماتش ني سي ريسومبلي با، لي ماتش ما يتشابوش، ما كان حتى ماتش تغير المعطيات. وي كل ماتش لا سي كاركتيريستيك، كل ماتش عنده الخصوصيات تاعو، عنده حنا شويه لافونتاج كيليا في ليكيب تاعنا تاع ستيف، هي بوكو بلوس هذيك لا ستابيليتي اللي راهي كاينه بور لو مومون مع لو ستاف ديريجون، مع حمار كي تا فيليسيتي باسكو الي ديرير سيت ايكيب قلبو رب معاها. هما الاستقرار معروف الاستقرار في فرق الصيف من الجانب الاداري الطاقم الفني التقني وهذو الامور هذوما امين يسون بوزيتيف، يلعبوا دور ايجابي أكيد. ايجابي في في في, في سيرتو في مقابلات كيما هذو بهذا الحجم. احنا نستناو باللي لو ماتش ريتور راح يكون في ستيف، لو ماتش اللي يكون عندهم دونك حنايا ما عندناش شك مع لافوني تاع الطوسي اللي لازمنا كيما يقول لك واحد نقولوا باللي في دي بون ترافاي فليكيب تاع ستيف دونك الي تا فيليسيتي، سوف كو ما لازمش ثانيك ننساو زورغان وننساو بولحجيلات وننساو الناس في لي مومون ثانيك وين ما كانش كاين اونترينور، معناتها كانت كاينه عزيمه لانه ابناء الفريق توجور مع الفريق دونك هاد الناس فانيك رجال خفاء اللي حنا ثانيك حنا اوتون كو تكنيسيان باسكو حنا نعرفوهم. لكن الا ترى ان تلعب خارج الديار ثم تستقبل في الاياب هذا عامل ايجابي لك من اجل التاهل الى النهائي فيما يخص هو عامل ايجابي، تقدر تقول عامل ايجابي يعني احيانا يخدمك ولكن احيانا ما يخدمكش. مثلا نعطيك مثال الوداد البيضاوي، يعني ثاني كانوا يقولوا رايحين نروحوا للسطيف والروتور عندنا يعني رايحين نضمنوا التاهل، ولكن بنتيجه الذهاب. نعم ولكن نتيجه الذهاب انهزموا هدف الصفر ما قدروش يعاودوا يولوا في النتيجه في ملعبهم. والاتحاد عاد. الاتحاد عاد بالتاهل، على ذلك انا نقول لك هي عامل ايجابي لما تلعب مقابله العوده في ملعبك، لان كاين امور بزاف اللي تنقص، يعني مثلا الضغط، طريقة الاستقبال، الجماهير كيف راح تستقبلك ثم المعاملة. سنتكلم عن هذا الموضوع. هذا الأمور كاملة راح تربحهم، لماذا؟ لأنك لو تلعب هنا ومن بعد تروح ليه يعني ما نش عارفين كيفاش راح يكون الاستقبال، كيفاش يكون الأمور اللي ربما تأثر عليك، ولكن يكون مقابلة العودة في بلادك حتى هما راح يحترموك يعني في لقاء الذهاب، لأنهم هما ثاني ينتظروا باش يكون الاستقبال في المستوى في العودة وما تكونش عليهم ضغط. ولكن رغم هذاك احنا يعني ان شاء الله الوفاق يدير النتيجه في مصر، على حتى نستناو باش يجي لنا باش يدير النتيجه. ايه يعني لو يسجل هدف في مصر راح الهدف راح يكون وزنه من ذهب في مقابله العوده. صحيح صعيب الشيء شويه، هو صعيب الشيء ضغط الجماهير يعني في عده عوامل كما قال رضا في بدايه الحصه، حتى المقابله ما تشبه المقابله وحتى الدور ما يشبه الدور. يعني اليوم الوفاق ماناش راح نشوفوا الوفاق مع الاهلي، ماناش راح نشوفوا الوفاق اللي تعادل مع تاجنانت، ولا راح نشوفوا الوفاق اللي راح نشوفوا وفاق اخر، وفاق اللي رانا ننتظروا فيه ان شاء الله باش يدير نتيجه ويمر للنهائي ان شاء الله. اكيد انك كوتش تابع مباريات وفاق سطيف، كيف تقارن وكيف تشوف مستوى الفريق الذي وفاق سطيف، الفريق الذي فاز بهاته الكاس في 2014 وهذا الفريق؟ ما كاش اون غران ديفيرونس. هي واش كاين استخدامات برك دي جوار نوفو في ليكيب، واش ني كي تكون كاينه العقليه اللي تمشي بها دونك ما يهمش الاستخدامات، ما يهمش ليسونسييل، كاينه اون استراتيجي الناس تمشي عليها في ستيف، كاينه اون اوبسيسيون خلاص سي بون، كاينه ثقافه، كاينه اون كولتور، كاينه اون بلاتفورم سبورتيف محطوطه في ستيف سي بون. ومن بعد الاستخدامات حتى اللاعبين
لاعبين هو يحلم انه يلعب في فريق ستيف، لانه يعرف باللي كيتقمص الثوب ويدخل بالثوب تاع اضافه المشوار وكي. خلاص سي بون، يعرف باللي هذا ثقيل، هذا لو بوا ثقيل، وهذا ثوب تاع القاب تاع دونك سي بور سا لي نيمبورت لو كي نيمبورت كيل جوار يجي كيتقمص الاخرى يعرف باللي كاين ثقافه، كاين بلاتفورم سبورتيف سان بروب وتاع القاب، دونك سي بور سا لي شاك جوار يتمنى يلعب في فريق ستيف ان شاء الله. تشوف الجانب تاع الروح الرياضيه راح يسود مباراه الذهاب والاياب في هذه المواجهه؟ لا اكيد، كان هي فريق اتحاد العاصمه ما صار له حتى مشكل، كان راح البورسعيد، وحتى الفريق المصري البورسعيدي كيلجا الجزائر رحبنا به وصار بطريقه جيده الامور، وكانت في روح رياضيه من بين الفريقين. لا اكيد اكيد، انا ما نظنش بان راح تكون، لكن هناك فرق بين المصري البورسعيدي وضغط جماهير الاهلي. لا حتى الاهلي الان تعرف ماهمش يعني عدد الانصار حدوا لهم العدد، انا مقابله امس كان عدد الانصار 12000 مناصر، سمحوا لهم بحضور 12000 مناصر فقط، يعني لما تحدد الاهلي معروف الاهلي في ملعب القاهره الدولي 100000، لما تحدد له انت من 100000 تهبط له تخلي له ان ديزيام شويه ما يكونش ضغط، ماهوش راح يكون ضغط على 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 الفريق الصيفي لهيه. وهنا يعني نتمنوا يعني ايضا باش انصار الوفاق ان شاء الله باش يتحلوا بالروح الرياضيه، يعني ما يصراش كما صراو، لان في نهايه الامر لو كاش ما يديروا ولا راح تتفر غير في فريقهم. ولا تذكروا السنه قبل الماضيه لما اقصي الفريق بسبب رمي المقذوفات في ارضيه الميدان، كانت الكاف خذت قرار وين اقصت الوفاق. احنا ان شاء الله بربي يعني الروح الرياضيه تكون هنا ولا الان سنتكلم عن تقاعس كما قلت بعض اللاعبين من اجل تحقيق نتيجه سلبيه لفرقهم والضغط على المدربين للاستقاله. رضا زواني، هل حقيقه يوجد هذا المشكل في الانديه؟ كاين لان باسكو كي نشوف لو 5 بيت كيفاش تماركا تاع جي اس كا في بولوغين مع المولوديه، ماشي هكذاك، ماشي دو سيت فاسون، ترفد رجليك بصح ماشي دو سيت فاسون غراف. دونك سا اكزيست، تكزيستي هذه تكزيستي، وكاين بزاف دي جوار وين يشوفوا كاين الصلاحيه تاعهم وين تمشي لهم، وهذه منا يمشيو مع اطراف ويمشيو وهما. شكون هما الاطراف؟ شكون هما الاطراف دوك؟ مانيش عارف شكون هاد الاطراف، كاين بزاف اللي يروحوا يزابروش لي جوار. نحكي لك اون استوار، حنايا واحد الوقت انا وكمال زان ومحمد باشا حكمنا الفريق، والله غير جيم رابيل با عندها، المهم عندها شويه في اتحاد البوليده، كنا في اتحاد البوليده، داروا ان ديريكتوار. علاش؟ باسكو محمد سيدي كبير راح وما كان كاين حتى واحد، عيطونا داروا ان ديريكتوار، عيطونا جينا قال لك يا ودي ليكيب راحه، كانت راحه ديكلاري فورفي، ولا ديكلارت فورفي كنا حنطيحوا هذاك العام. ايبان جينا حكمنا ليكيب، حكمنا الفريق على كل حال، كثر خيرهم الناس تاع بليده وتاع الديريكتوار هذوك، خاطش كانوا دي بينيفول، وحنا ثاني من جهتنا كنا دي بينيفول، والحمد لله خدمنا واش خدمنا، مي قلعنا ليكيب، هو قلعها ربي سبحانه وتعالى، بصح قلعناها بفضل ربي سبحانه وتعالى والرجال اللي كانوا واقفين هذاك الوقت، قلعناها ودرنا دو تري بون ريزولتا. جيم رابيل ربحنا ستيف في تشاكير، ربحنا الخروم في تشاكير، ولو ديرني ماتش درنا 2-2 في تيزي وزو مع جي اس كا، اي اون افي تري تري بون بريستاسيون، وقلعنا مالغري كو كان عندنا ان غران ديفيسيت سور لو بلون فيزيك باسكو بدينا بزاف اون روتار، سوف كو لي جوار مشاو معنا وكان على راسهم خويا بلال كان مازال جوار، وكانوا دي جوار واحد اخرين، اي بان وصلوا وين ومن بعد وقت وين كاين دي جوار وين مع لعبنا مع عنابه في تشاكير، كاين دي جوار التاريخ ما يرحمش التاريخ، وين رفدوا رجليهم؟ علاش؟ كنا حنايا كاين اطراف، كنا حنا نجينيهم، جينيناهم حنا باسكو حنا لو تريو كاع ولاد بليده وكاع ولاد الياسامبي، جينيناهم حنا فريمون جينيناهم، كان اطراف داخل الفريق في الاداره، داخل الفريق وحتى من برا ثاني. راح كانت مقابلة ونذكر لك الفرق، معليش تفضل. كانت شبيبة سكيكدا في مرحلة العودة كانوا يحتلوا المرتبة الأولى،
مشاو يلعبوا في سعيده. انا في اليوم الجمعه يعني شفت كنت نشوف هكذا في البرنامج، لقيت بلي المقابله هذيك راح يديروها في متلفزه. اتصلت بلاعب يعني نعرفه مليح يلعب في سكي كذا، اتصلت به يعني قلت له اليوم يلزم تبينوا راه راح ندير لكم ماتش تلفزي يلزم تبينوا. قال لي انا واش نقول له؟ قال لي انا نقول الشيء اللي ناكد لك عليه اليوم، قال لي رانا في المرتبه الاولى ولكن نقول لك بلي شبيبه سكي كذا ما تصعدش. قلت له كيفاش؟ كيفاش؟ ايه راكم في مرحله العوده. هذه السنه الماضيه يعني نقول لك مرحله العوده وشبيبه سكي كذا تحت المرتبه الاولى. قلت له كيفاش يعني رايحين ثلاث فرق اللي راح تصعد؟ ماشي قال راك السانكيام ولا السيزيام تقول لي صعيبه باش نلحق نكلاسي التروازيام. قال لي صدق او لا تصدق. قال لي البارح لحقنا جينا مسكي كذا لحقنا السعيده. قال لي كي لحقنا السعيده كاين لاعبين منا من عندنا يحكموا طاكسي في الليل يمشوا لوهرن 180 كيلومتر يروحوا يسهروا في وهرن 180. قال لي واليوم الصباح يعاودوا يولوا ب 180 كيلومتر. هذا مشكل الانضباط كيما راني نقول لك. قال لي اليوم عاودوا يولوا ب 180 كيلومتر. قال لي راهم في التشكيله وراحين يلعبوا اليوم المقابله. قال لي الفريق هذا ماشي معروف معروف في جميع الفرق. قال لي شوف، قال لي نتفكروا عليها في نهايه الموسم شبيبه سكيده ما تصعدش. وصح في نهايه الموسم هذيك المقابله ديجا خسروها بعد مقابله صفر في سعيده، وفي موراها ولات الهزائم تتوالى حتى كملوها يلعبوا بالرديف وسكي كذا ما طلعوش. المولودية انهزمت برباعية ضد مولودية وهران، وكان تصريح بالخير فارس المدرب المؤقت هو على كل حال في الأصل هو محضر بدني، تصريح مؤثر. بكى في أثناء الندوة الصحفية وقال أن المسؤولية لا يجب على المدرب فقط تحملها، بل سنتحملها كفريق مولودية الجزائر كلنا. لنتابع التصريح ثم نعود. لا هو مدخل جماعي، هذا الجمهور مش هنا يعني. مش هو يقدر الناس اللي تخدم الناس اللي تدعم. عيب الله عليهم. لا نتحملوها الكل، ما كاينش اللي ما يغلطش، رانا نخدموا. عيب يعني الناس هذي قاعدة غلط نهدم نهدم، مباراة فيها خسارة فيها ربحة فيها فوز، عيب هذا الناس طايحة عليهم طايحة عليهم، اللاعبين ما قدروش، ولا قاعدين حنا، هذه الدموع مش لي أنا، أنا نتحمل المسؤولية ما عندي حتى مشكل، اللاعبين ما قدروش. صور مؤثرة جدا، ما نظنش باللي فارس بالخير قدموه كضحية لمنصب هو كبير عليه. هو محضر بدني ماهوش طبعا لا مدر. هو محضر بدني، ولكن أنا نظن بأن هذه الدموع تاع فارس أنا نظن بأنه راهو عارف واش راهو صاير داخل في الفريق، راهو على باله يعني باش واش صاير داخل الفريق. وعلاش هذا؟ انا كنت حدثتك يعني من قبل قلت لك بان لازم تكون كاينه شجاعه، لازم تكون كاينه شجاعه وين الاطراف اللي تخلط داخل الفريق لازم تتكشف. وما راح تخسر والو. مثلا شبيبه القبائل يعني واش صرا مع اللاعب بوخنشوش؟ لاعب دولي ما هو دولي، لازم الانضباط الفريق يعني استغناوا عليه، قال لك هذا ما يسحقوش. فيه كلام عن اعاده دمجه مع الفريق، هو الان بوخنشوش يدرب مع الفريق الرديف ويدرب بشكل عادي. شوف حثت من قبل لاعبين كبار وتم ابعادهم بسبب انهم كاين مشاكل في الفريق. الانضباط يعني يلزم. يلزم الانضباط، يلزم الاداره تكون اداره قويه. علاش يعني في حصه ماضيه الا تذكرت لقينا هنا تكلمنا على مولوديه الجزائر. أوكي. وين كنت قلت لك بان مولوديه الجزائر مشكلتها في اللي يقودوا الفريق. محيط. يلزم ناس مستوى عالي. يلزم مستوى في التسيير، مستوى في كل شيء، لان فريق كبير يلزم يقودوه الكبار. هذا امر مفروغ منه. نستمع لسالم العوفي مدرب اتحاد الحراش ولما قاله عقب مباراه اتحاد الحراش ضد اتحاد عنابه التي انتهت بهدف لكل طرف، ثم نعود. مشكل ذهني في اللاعبين. اللاعبين ولاو حتى كي مركوا البيت ما امنوش، تشوف داروا هيستيريا بهدف في الملعب تاعك كنا نجموا نسجلوا في البدايه الشوط الاول، لكن من بعد ارتباك تاع اللاعبين ولاو دي بال فاسيل يضيعوهم. دونك هذه هي المشكله اللي رانا فيها. دونك ما كان يقالوا عندي كليك تاع ماتش وين نطلقوا. هو اللاعب عبدات قال انه بعض اللاعبين حبوا يدخلوا كاساسيين وما خلاهمش سالم العوفي، راهم يديروا داخل مشاكل داخل الفريق، وكي جات لهم الفرصه باش يلعبوا كاساسيين راهم ينتقموا ويرفعوا رجليهم في مباراه اتحاد عنابه. لا شوف انا نظن بان سالم العوفي كمدرب في الفريق من المفروض ما يدريش بتصريح من هذا النوع.
لانه اذا كان انت كمدرب وتقول كاين اللاعبين اللي رفعوا رجليهم، انا نظن بان المدرب في هذه الحاله من الاحسن ينسحب ويخلي الاداره تشوف مدرب اللي يقدر يتحكم في المجموعه. يعني اللي قلت رفعوا رجليهم وتعرفهم وماكش قادر تدير والو، يعني هنا تنقص من القيمه تاعك انت كمدرب. انا نعرف مدرب اللي عنده لاعبين رفعوا رجليهم قال يفرض الوجود تاعو ما نديرش تصريح، انا قال انت ما تلعبوش. اذا غدوه الاداره قالت لي علاش ما لعبتهمش، قال ما يلعبوش، ولا قالوا لي روح نروح. انا يكون الرد تاعو ماشي في الاعلام، يكون في الميدان. انا في الميدان انا قال هذو ما يلعبوش، تكون عنده شخصيه قويه طبعا. انا غدوه حتى ونخرج حتى والاداره يحبسوني، قال لي ان كاين لاعبين يرفعوا رجليهم، ثم كيدير تصريح قال كاين لاعبين انا عرفت باللي يرفعوا رجليهم في المقابله الفلانيه، المقابله المواليه ما حبيتش نلعبهم ولكن الاداره حبت تفرضهم عليا، انا ما نقدرش نخدم هذه الخدمه ويرفع ويمشي. نعود ليك الكوتش رضا زواني، بعد النتيجة أو الإنجاز اللي درتوه العام اللي فات في كأس الجزائر، وصلتوا للنصف النهائي وانهزمتوا بصعوبة ضد فريق قوي اسمه اتحاد بن العباس، فاز بهذا اللقب في 91 بهدف للصفر في الدقيقة الأخيرة. بعد هذا الإنجاز اللي درتوه العام اللي فات، الطموحات تاعكم تكون طلعت للسقف الآن، وعندكم عندكم وش هي الطموحات تاعكم في هذا الموسم؟ على كل حال احنا الموسم الماضي كان وهو الصعود، على كل حال اون بو اكسيدي، دونك لوبجيكتيف كان بريمورديال تاعنا وهو لاكسيسيون لانترليد، وفينالمون اون اكسيدي. جا لو باركور هذا كيما احنا نقولوا بوكو بلوس كونورابل للفريق تاعنا تاع لا كوب دالجيري، جات بفضل ربي سبحانه وتعالى، واللاعبين ولونفي اللي كانوا يلعبوا به اللاعبين. دونك حتى لاكوب لعبت لنا دور ايجابي بزاف في الكوتي اون باراليل في الكوتي تاع الشامبيونا. دونك اليوم الموسم الفارط سوني كو لو فروي تاع ان بون ترافاي كي ايتي في افون، ستادير مام المسيرين اليوم اي سون تا فيليسيتي المسيرين تاع شباب زاويه اللي طاوني كاع الامكانيات وطاوني كاع الوقت باش نديرو ان بروجي سبورتيف مع اللاعبين هذوما، واللاعبين كاع لا ماجوريتي ابناء الفريق وابناء تاع اتحاد البنيه. ما جاش بضربه حظ. لا 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 سيتي با ان كودي هازار. عمل سيتي با ان كودي هازار باسكو كي تروح اون دومي فينال بالك 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 32 ولا، مي سينو من بعد تطيح في لا رياليتي وتصطدم في هي كانت نقصتكم برك الخبره. الاتحاد بن العباس عنده خبره طويله في هذه المنافسه، لكن هل صحيح انك رفضت تدريب فريق القلب وناديك السابق اتحاد البوليده؟ هنا عندك فرصه باش توضح الامور من هالجانب. وانا على كل حال كان جاز الرئيس الفريق سليم سيدي موسى اللي على كل حال نشكره اللي جاب لي ربي طا توضيحات ملاح، وفريمون لو ديسكور اللي كان ما بيناتنا، وبلا ما ننسى محمد دويدن لانه هو كان اول اللي اتصل بيا. نشكرهم بزاف لانه سيتي لا رياليتي. لكن ما هو سبب اعتذارك عن التدريب؟ الاعتذار تاعي كان الي تي تري تري سام، جيم سوي اونجاجي مع الناس، جيم شباب زاوية مع شباب زاوية، عندك مشروع، جي ان كونترا مورال معاهم. واليوم كيما يقول لك اون اكسكلوزيفيتي اون لايف كاع، نشكرهم بزاف لانه اليوم هما اللي خرجوا لي كومبيتونس اللي عندي واش فيا. واليوم جو رومارسي الناس هذوما تاع اتحاد البوليده اللي جاو ليا ويزون ريكوني لي كومبيتونس تاعهم. ما تخوفش من عبء النتائج تاع السلبيه تاع اتحاد البوليده، ما تخوفش من ضغط الانصار؟ صدقني يا امين غير جامي باسكو انا نعرف البيت البوليده هذه الفريق القلب وفريق تاعي، ما كاش كيما تخوف. بصح نعرف المشاكل اللي راهو عايش فيها اتحاد البوليده، ماهوش بروبليم وماهوش مشكل. واش هي المشاكل؟ ماهوش مشكل تاع مدرب. اين يكمن المشكل؟ ماهوش مشكل تاع مدرب، كاين بزاف مشاكل. وين وصلوا اليوم اللاعبين مساكن؟ بزاف اللاعبين ماهمش خالصين، بزاف مشاكل. هو لم يفز لحد الان في 7 جولات، مؤخرا انهزم ضد امام جمعيه شلف بهدف مقابل هدف. لهدف نتمنى لك التوفيق باذن الله ان شاء الله اخويا امين. ميرسي بور لا كيسيون هذه باسكو جي اون سيرتان بريسيون شويه في بليده.
جانب كل الجمهور تاع اتحاد البلدي يتفاهم الوضعيه تاعي باسكو عندك مشروع ومازال الوقت مستقبل راك مدرب شاب. انا اليوم رانا غير في الديبي تاع الاخرى اكيد بدايه مشوار التدريب واش هذا نحبوه احنا ما كاش حتى والو منا ولا منا ان شاء الله باذن الله وين نروحوا ان شاء الله اللي يجعلنا باش نقصروا ان شاء الله ما نقصروا اكيد مازالك مدرب شاب وفي بدايه مشوارك التدريبي مثل بلال الجيري الذي يقوم باداء رائع مع نصر حسين داي لديك على ما اظن في نهايه الحصه هذه انت تقدم تعازي لعائله خروبي بالقليعه على اثر وفاه عبد الرحمن خروبي وعائله اشروف ابراهيم يعني اللي وفاه زوجه اخيه وصديقنا بن جني ناصر يعني اللي توفات الوالده نتاعو اليوم يعني نتمنوا لهم الرحمه هذو اللي توفاو وربي يسكنهم فسيح الجنان. يعطيك الصحه سي حسين جنان يعطيك الصحه كوتش ميرسي بارك الله فيك مرحبا بك دائما بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام هذا العدد من حصتكم فوت بلس الى اللقاء.